السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ تشال جيمنج بالعربي، معاكم حلقه جديده مع رمضان صبحي في فيفا 17. الحلقه النهارده عندنا فيها مطوشه جامده، تقريبا بننهي الدوري وبننهي كاس الامارات. عندنا اول ماتش الارسنال ده دور قبل النهائي في كاس الامارات، وبعد كده عندنا تقريبا اربع مطوشه، منهم ماتش ارسنال تاني هيبقى ده اخر الدوري. احنا ترتيب في الدوري زي ما انتم عارفين، شفناه المره اللي فاتت، في المركز الاول فارقين 6 نقط عن صاحب مركز تاني اللي هو تشيلسي، وفارقين 7 نقط عن المركز الثالث مانشستر يونايتد. هنخش الماتش الدور قبل النهائي معانا النهارده، شوف هيحصل ايه في الماتش دوت. التشكيله بتاعتنا ثابته زي ما هي، ما فيهاش اي تغيير بالنسبه لنص الملعب والدفاع والخط الدفاع والجون، هم زي بعض، بوني راس حربه واحنا على الشمال زي ما احنا. الدخول للمربع الذهبي يعتبر انجاز، ولكن الانجاز الحقيقي والاحق هو الوصول للفاينل والفوز باللقب. اليوم النصف النهائي بنظام الغالب او المغلوب. نبدا الماتش بتاعنا زي ما الشوالي قال، الماتش الكسبان هو اللي هيطلع النهائي، الخسران ملوش مكان. وكره اتقطعت هنا خطيره، خلي بالنا بقى الماتش ده ما فيهوش فرصه ان احنا نعوض. ناتشو موريال كرة معاهم لسه، لو خطفنا جول في اول الماتش الماتش هيريح معانا جامد. كرة لسه مع ارسنال، مش عايزين يدخل فينا جون. عرضية حلو، شاكيري يطلع، لا العب على طول ما فيهاش. اوه رمضان بتعمل ايه يا رمضان، بتعمل ايه يا رمضان، كان هيدخل في فريته اول جون. حلو، نبدا يفتح ناحيه الشمال، مفيش حد معانا، الملعب بتاعنا داخلين يا راجل. حلوه، يلعب عرضيه للي جاي من ورا، هدو فين؟ مفيش هدو، شوطه وكره في العارضه تاني. حلوه، اتقطعت في مكان حلو، يلعب طويله عند رمضان. حلوه، خش خش، هات الاولاني الاولاني، بتعمل ايه؟ يا نهار ابيض يا جماعه، اللي شفتوه ده يعني عيب الجويستيك اللي عندي، مش انا بختارش ان انا اسقط الكوره من هنا خالص، اكيد الهجمه، فهو ساعات اجي اشوط بيعمل كده. طيب نكمل، عنده فريق رهيب، هجمه هتبقى مرتده، يلعب بينيه، رمضان داخل، شوطه بقى المره دي ما فيهاش كلام، المره دي ما فيش كلام، المره دي الشوطه على طول، الجون يتفرج عليها، بينية حلوة، حط جسمه قدامه، شاهد شكت فزع عيني. 1-0، ثالث جول لرمضان في الكاس. حلو، لسه الكرة معاهم على منطقة الجزاء، رمضان بيرجع يحاول يدافع، يقف معاه كده، وكرة خبطت وعدت. حلو، خلص الشوط الاولاني كده 1-0 رمضان. التقييم بتاعنا 8-6، جبنا جون تقريبا كل اللي عملناه ان احنا جبنا الجون ده. تبديل، هنبدا الشوط الثاني بتبديل امبولا، مش عارف خرج ليه، نازل ابراهيم افلاي، ما بقتنعش بيه قوي. هنبدا الشوط الثاني، تاني لسه تحضير على نص الملعب، يلعب عند رمضان، يلعب بيني، عرضية عند بوني، هيحط التاني، تتقطع ترجع للدفاع تاني، كرة عند أرسنال، ماتش مقفل. أوه هجمة خطيرة، انفراد والجون يطلع، الحمد لله شاطها بره. ترجع ورا، نني شكله نزل، اضغط عليه، يلعب بينية، خلي بالك شوطة. والجون بيعمل ايه؟ احنا مفيش جون واقف عندنا. تعادل. جون بيعمل ايه؟ انا مش عارف. شوطة تعدي من بين ايديه. فنشاهد هذا الهدف من زاوية أخرى. مونريال جاب جون في الجون الكفيف بتاعنا.
لعبها طويله يا نهار ابيض، الدفاع نايم كله. نني اوعى يا نني، اوعى يا نني تعملها. جون يطلعها الحمد لله. 10 دقايق نار. مش معقول في سيناريو مجنون. طلع طلع جون بالبوكس. اخر 5 دقايق نتيجه 1-1. مصطفي هجمة خطيرة، اوعى يلعبها بينية، اضغط عليه. خطيرة، اوعى يباصي، رمضان داخل بيحط رجله، الحمد لله. دخلنا في وقت مناسب برضو. اوه خبطت في رجل رمضان والجون يطلعها. خطيرة تاني، ارسنال عايز ياخد ماتش مننا. مش هينفع. انت بتطلع فين؟ كورنر تاني. العبها السيارة. اوعى تاني شوطة، الحمد لله تعدي تاني. مش عارف ممسكنا يعني، احنا لعيب جوه الجون. عرضية طلع بدماغك. يقفل رمضان معاهم. جون يطلع ويعمل بالهيد. رمضان تاني بدماغه يطلع حلو. صفر الحكم 1-1. خش على الاكسترا تايم. 8-4 تقييم مش وحش لحد دلوقتي، ماشيين كويس. بوني خرج. لا ده بيترز هو اللي خرج. وفيل برادلي هو اللي هينزل. تمام خلينا نشوف. لو وصلنا ضربات جزاء مش هنصعد انا عارف. كرة طويلة، دفاع يطلع. ارسنال بيهجم بكل لعبته ناحية الشمال. رمضان يحاول يقطع الكورة. حلوة لحقها وطلعها. ممتازة رمضان. كرة مميزة إلى العرض. كرة بالعرض، حط رجلك. بوني طلع آخر هجمة في الماتش في السما يا بوني. خش على الشوط الثاني. تواصل التشويق مع ركلة البداية للشوط الإضافي الثاني. يا ترى هنخطف جون الشوط دوت ولا هيحصل إيه؟ رمضان خلاص الاستامينا بتاعته مش بقت قليله. العب هالو، اخر هجمه ممكن نشوفها في الماتش دوت. شوط من هنا، شوط تطلع. استامينا قليله، مفيش حل، احنا ما نقدرش نعمل حاجه اكتر من كده. تشيك يطلعها. تتعب طويله بالعرض، شوط تطلع فوق العارضه. عايزين جون، جون واحد مش مهم مين يجيبه، مش عايزين نوصل لضربات جزاء. تتلعب بالعرض بوني، تنزل تاني. العبها عند رمضان، يلعب لبوني تاني. شوت، يطلعها الجون تاني. خبر ابيض. مش عايزة تدخل. العب تاني. عند رمضان بدماغه مفيش، نرجع لورا تاني. يلعب بالعرض تاني في اوف سايد. فاول، فاول علينا كمان. كرة ترجع تاني للدفاع. خلاص اخر دقيقة يلعب الكرة اسرع من كده. الفرقة كلها تجري. يلعب بينية طويلة تنزل لمين يا راجل. خلاص الحكم هيصفر، اتقطعت. فرصة فرصة، العب فرصة تضيع. حكم يصفر. ضربات جزاء، ما افتكرش ان هو حطنا اساسا في اول 5. اول كورة ركلة جزاء وبينالتي يحتاج قوة الاعصاب، لكن شوف فيه خايف. هيشوط، حط. اوه ده اللي احنا كنا خايفين منه. النني تبعنا هيطلعها ان شاء الله في السما دي يا نني، ده اللي متعودينه منك. يلا في السما. اوه طلعها النني، حلوة. يلا رولان المهاجم اللي نزل، حط بقى ما تكسفناش. حط يا راجل، يحط. حلوة. ويلبك يا رب تطلع تطلع ويدخلها. برادلي اللي نزل تاني. كل اللعيبة الاحتياط اللي نازلين عشان ضربات الجزاء. يركن، واو تشيك يطلع.
لما تشوف ملامح وجهه تحسه مع والكت طلع يا والكت ابوس ايدك جون. بوني بوني ما تكسفناش يا بوني. اوف اوف طلعت لو جابوا الكرة دي دخلت خلاص ما افتكرش انها تطلع كازارولا. خسارة التعب خسارة التعب السيزون كله. استغلوا الفرصة وسدوا كورة من هذا المكان بشكل ممتاز. من الطبيعي جدا ان ينجح في تسجيل الكرات من نقطة الجزاء مهمة صعبة لحراس. خلاص خلص كاس الامارات مفيش حظ ضربات جزاء. طبعا احنا عندنا جون الكرة دخلت من بين ايديه وسط الماتش اكيد في ضربات الجزاء مش هيصد حاجة كده. هنخش على الماتش اللي بعد كده خسارة حيناش نلعب في الكاس في النهائي اول سيزون ليه. معلش احنا لعبنا ماتش جامد ضد ارسنال وصلنا ضربات جزاء شيلنا كنترول على ضربات الجزاء خالص عشان كده ما قدرناش نعمل اي حاجه. عندنا ماتش بعد كده اولموس التشكيله بتاعتنا زي ما هي. احنا فاضل 3 ماتشات على نهايه الدوري منهم ماتش ارسنال. بالرجوع الى الارقام والاحصائيات والحسابات اعزائي المشاهدين هذا الدفاع سيكون سد منيع اليوم. نبدا الماتش بتاعنا افضل فريق دفاع هو الفريق بتاعنا. واضحة بصمة المدرب في ستايل والاسلوب اللي يدافعوا به. خلاص فضل 3 ماتشات والدوري يخلص نتمنى نشاهد لقاء من على تراز منهم ماتش مع ارسنال تاني وكل المدرجات ممتلئة على اخرها من اجل التمتع والاستمتاع بلقاء غير عادي واستثنائي. شوف هنعمل ايه في الماتش ده الكرة معاهم. والان نلقي نظرة على تشكيلة اصحاب الارض تاريخ حذرة باعتماد 4-5-1 اكثر اللاعبين في وسط الميدان من اجل الفوز بيوم المعارك. هذه هي تشكيلة ستوك سيتي اليوم يلعب اكثر حذر باعتماد 4-5-1. حلو الكرة اتلعبت عن شاكيري لعبها بوين ناحية اليمين هيلعب عرضية وتعدي بوني ما يضغطش بوني يضغط من الضبابية اتفكت الكرة بسرعة استعادها. هجمة مرتدة مقطوعة تاني تلعب عند رمضان ناحية الشمال حلوة ياخد الكرة هيشوط مفيهاش حاجة يحط كتفه المدافع كده يقطع الكرة من صدر رمضان. جلين ويلان ويلان تاني يلعب الكرة عند رمضان وشوطة حلسة تاني وشوطة تاني الدفاع يطلعها. حلوة الكرة عند رمضان يلعب بينية تحت حلوة اللعب الدائم بهذه التشكيلة عرضية مفيش حد تقع له في العرضة يا نهار. ناحية اليمين يلعب بالعرض اوعى الحمد لله عدت. خلاص الشوط الاولاني هيخلص مقطوعة القوة انه يستعيد الكرة. يخلص الشوط الاولاني خلاص ده 0-0 محتاجين جون. التايم بتاعنا 7 ما عملناش اي حاجة. هنحاول قبل الشوط ده فعش تعادل عندنا لسه ماتش ارسنال ماتش تقيل. حلوه من رمضان لعبها لبيترز يا سلام حلوه عند بوني ويا بوني لو يلعب رمضان خدها يلعبها بالعرض تاني مفيش حد تطلع كورنر. 0-0 نتيجه مش في صالحنا. تطلع الكره ايه كورنر خطيره تتلعب تطلع العب يا راجل العب عند رمضان تلعب فين بوني فين دماغك مفيش تاني على نص الملعب العبها له تاني بقى حلوه كوره رمضان فين فين مفيش كوتش مدي تعليمات نهجم خلاص في اخر تلت ساعه تتلعب طويله عند رمضان يلعبها بكعبه تاني ياخدها يلعب عرضية بوني فين مفيش
نص الملعب تحضير فاضل 6 دقايق، مطوشة بقت غلسة جدا. جلين ويلا لازال الامتلاك بالكرة، قطع تاني مش معقولة، مفيش حاجة بتتحرك، اللعيبة ما بتتحركش. خلاص 7 دقايق، قطع تاني بوخان، حلوة بتاعت لعبة عند رمضان، يلعب بينية وحشة، فاول مفيش وقت، يلعب عند رمضان، رمضان ياخدها يلعبها طويلة ناحية التانية، اخر فرصة واخر هجمة، يلعب بقى بدماغك، بتعمل ايه يا بوني؟ المفروض ان ده ماتش سهل، ماتش صعبة جدا، التقييم بتاعنا 7، عندنا ماتش سوانزي بعد كده مش هنلعب في الماتش، مش عارف ايه السبب، استامنا ولا غيره، بس احنا الماتش ده مش هنلعب برضو. خلينا نشوف الماتش ده نتيجته هتبقى ايه. نبدأ الماتش 2-1، الحمد لله الحمد لله الماتش خلص 2-1 لينا، كناش في اي امكانية ان احنا نتعادل تاني او نتغلب، هنكمل. عندنا ماتش ارسنال تاني، عندنا ماتش تاني صعب، خلينا نشوف الجدول كده، 6 نقط الفرق بيننا وبين تشيلسي، 6 نقط لسه كويس، النتيجة يعتبر كويس، احنا 6 نقط وفاضل كام ماتش؟ عايزين نشوف. خلاص ماتشين ارسنال وماتش ساوثامبتون، احنا لو كسبنا ماتش ارسنال يبقى احنا كسبنا الدوري، يبقى احنا زي ما قلت لكم الحلقه ديت 90% منها هنحسم الدوري. هنخش على الماتش الجاي نشوف هنلعب ولا لا، موجودين في التشكيله الاساسيه الحمد لله. هنبدا الماتش ده اخر ماتش معانا في السيزون الاولاني لرمضان، لو خلصناه يبقى احنا كده خدنا الدوري وكسبناه، ضاع مننا الكاسين اللي قبل كده ما قدرناش نعمل فيهم حاجه، بس الماتش ده مهم جدا وهيبقى صعب جدا، خلينا نشوف هيحصل فيه ايه. اهلا وسهلا بك مشاهدي الكريم في هذا اللقاء، ورافقكم فيه عصام الشوالي من خلال التعليق. اللقاء اليوم خاص بستوك سيتي ضد ارسنال. رمضان زي ما شايفين هو هداف الدوري 20 جون، بعدين ديفو وراه. هنبدا الماتش ملعب نادي ستوك سيتي، ما نشوف هيحصل ايه، اتمنى انه ما يحصلش زي الماتش الاخراني عند رمضان، عدي منه ولسه اسرع منه رمضان، داخل يقف على الكوره لعبها تاني ورا، عرضيه بوني ويسيبها والجون يمسكها، يلعب بقى حد يلعب بينيه، مفيش بينيات بتتحرك من ورا الدفاع خالص، يقطع رمضان الكوره، حلو نص ساعه لسه كالعاده زي اخر كام ماتش، الدنيا مقفله، رمضان يلعب بوش رجله حلوه قدام وبيجري، البوني فيها انذار ولا فيها ايه؟ انذار رمضان اللي هيلعب الفاول، يلعبها جوه مين بدماغه، مفيش حد، طويله رمضان ياخد الكوره، يعدي حلوه، يقف على كورته، يلعبها بينيه تطلع كورنر تاني، حلو على نص الملعب لرمضان، يرجع تاني تنزل له تاني، يلعبها حلوة حلوة، الشوطة تخبط وتطلع كورن تاني، لسه ضغط ضغط حلوة، كرة يلعب العرضية، مين داخل؟ جامدة، مفيش حد يلحق، حلوة الكرة ترجع ورا، دقيقتين وقت بدل ضايع، يصفر الحكم، ماشيين كويس لحد دلوقتي، التقييم بتاعنا 7، أدائنا كويس. نبدأ الشوط التاني، كل شيء جاهز لبداية الشوط الثاني، ننطلق الآن. حلوة مقطوعة في مكان حلو. يلعب عند رمضان. كرة ممتازة على الطرف. يعدي منه ما يعديش. الاستسلام ضريبة. حلوة الكرة اتقطعت هنا. يتحكم. يلعبها رمضان. شايط كورة وجول. جون اولاني ان شاء الله يبقى جون الفوز في الماتش دوت، حلوه الكره اتلعبت له، رايح على وش الجون، مفيش حد معاه، فين الشوطه دي في ماتش الكاس يا رمضان، كنا محتاجينها. الشوط الثاني بالنسبه لهم مبروك برشا،
هجمه ليهم، حضروا كده قصاد منطقه الجزاء، خد بالك شوطه والجون الحمد لله مسك المره دي. لسه ضغط حلوة جون جون يا جماعة، الكورة ممكن تعدي منه في أي لحظة، يعني إيده مش مخرومة. عرضي تلعب فين؟ نمسك حد اوعى يلعب الشوطة قدامه الجون الحمد لله، يطلع حلوة اتقطعت. يلعب لرمضان هنا، رمضان بيحاول يلم مع كورته ويحافظ عليها، قطعت في مكان خطر، لو قطعت قصاد الجون كنا هنندم عليها كتير. يلعب حلوة، باصة ممتازة، تاني بكعبه حلوة، تاني داخل داخل يخبط فيه، قطع الكورة في آخر دقيقة، آخر دقيقة على التتويج الرسمي بالدوري الإنجليزي. في اخر فرصه حلوه خدها رمضان، العبها تاني ماركو، تنزل له يلعبها الناحيه التانيه، حلوه بينيه، خش يا امبولا وشوط، شوط يا امبولا، بيعمل ايه؟ بتعمل ايه يا امبولا؟ شوط بطيء جدا. نرجع تاني عشان ندافع، هجمه دي خطيره، قطع حلو حلو من هنا، يلعب لرمضان، يصفر الحكم الحمد لله، خلاص الدوري كده خلص، خلص الدوري، انتصار غالي وغالي جدا، انتصار خلص الدوري، مركز الاول ستوك سيتي. يبداوا يقربوا، يبداوا يشموا الدوري عبد الله، فريق يتربع بعرش الصداره بكل صراحه يا عصام، على ما قدموه في الدوري او حتى في هذه المواجهه يستحقون التتويج من الان حتى قبل مرحله النهائي. خلصنا الماتش ده كمان 98 دقيقه رخمين، اخر ماتش، اخر ماتش معانا النهارده ماتش ساوثامبتون، خلاص ده ماتش التتويج، ماتش شرفي هنلعبه كده موقتا، يعني احنا خلاص حسبنا الدوري، الدوري بتاعنا التشكيله بتاعتنا زي ما هي زي ما انتم شايفينها، الدوري خلص، هنبدا الماتش ده بمجرد ان احنا المفروض هنستلم الدرع بتاع الدوري بعديه. معكم عصام الشوالي وعبد الله الحربي في مرافقتكم لهذه المباراه، مباراه القمه اليوم. نتابع لقاء ساوثامبتون ضد ستوك سيتي. هنا استاد سانت ماري والذي شاهد. هنبدا الماتش بتاعنا، كان نفسنا نلعب على ارضنا اخر ماتش ده. صحيح. بس خلال الفترة التي كان فيها ملعب للأسف هنلعبه برا ساوثامبتون. جانيلي امبولا. حلوة الكورة. قطوعة تاني. دوري كان طويل. الطوشه كانت فيه صعبه، فرق تقيله، بس الحمد لله خلصناه، حافظنا على المركز الاول. انا توقعت قبل الحلقه اللي فاتت ان احنا هنكسب كاس بتاع الامارات والدوري هنطلع تاني، توقعتش ان احنا ندخل في مركز اول، بس الحمد لله. شوف الماتش دوت النتيجه بتاعته مش فارقه، فوز خساره مش هتفرق كتير، احنا حسمنا الدوري. حلوه الكره نص الملعب، لعبها رمضان، لعبها عند بوني، راح هو والجون، تتقطع تاني، يلعبها له تاني، يلعبها رمضان تاني وجون، جون صناعة رمضان من اوله، 1-0، حلو الجون، لعبها له حلوة، يلعبها له تاني بيمينه المرة دي جون. إعادة الهدف من كاميرا الثانية، محاولة للهجوم، كرة مقطوعة، خلاص الشوط الأولاني قرب يخلص. يلعب رمضان كرة، فاضل ربع ساعة، حلوة لعب تاني، 1-2 لرمضان، تمريرة مميزة، يحاول يلم، يلعب الكرة تتقطع تاني بطريقة سريعة. راين بيرتران اخر دقيقة في الماتش، هجمة ليهم، نخلي بالنا هجمة مرتدة رايحة هو والجون، الدفاع يرجع يقفل عليه بطيء شوية، حلو حلو اضغط عليه، حكم هيصفر خلاص،
يصفر كده الحكم، يصفر الحكم ويخلص الشوط الاولاني. التقييم بتاعنا 7-7، ما انا كنتش مبسوط من كل حاجه، ده المعتاد. اتمنى يجي لنا عرض بقى، اتمنى يجي لنا عرض بعد نهايه السيزون ده عشان نمشي من ستوك سيتي. تماس في مكان مناسب جدا لاستغلاله كاميرون، يلعب الكره تاني رمضان، توقع ورا حلو الكعب، تلعب لي تاني رمضان من هنا، ياخدها يلعب عرضية وتطلع كورنر، لا هتخبط في رمضان وتخرج. هجمة ليهم في نص الملعب، فاضل خلاص تقريبا اقل من 20 دقيقة، 10 دقايق 12 دقيقة. حلوة الكورة تنزل عند رمضان، ياخدها تاني رمضان، يلعب على طول البينية حلوة، يوديه هو والجون، يلعبها باصة تاني رايح هو والجون، يلعب بينية، بتعمل ايه؟ متوقعتش ان هو يعمل كده، متوقعتش ان هو هيعمل كده خالص. هجمة مرتد علينا، فاول علينا في اخر 5 دقايق، تتلعب بالعرض، طلعها رمضان، ينزل يستلم الكورة، مفيش حد، مفيش حد معاه، بيلم ويلعبها، العب بقى على طول لرمضان تاني، يديها له والجون فاضي، وجون جون جون. هي دي الباصة اللي مفهوم ان انا هفضي لك الجون واديها لك، هي بتتفهم كده. حلوة رمضان ياخدها، يلعبها له بالعرض، جون فاضي يحطها. 2-0 في اخر دقيقة، اخر ختام في الدوري باسيست. خلاص الدقيقة 90 هيصفر الحكم، هيصفر الحكم. اوه كورة خطيرة من هنا تعدي، ويصفر فعلا الحكم، ينهي خلاص السيزون ونهاية الموسم والحصول على اللقب الغالي، لقب الدوري الانجليزي الممتاز البريمير ليج. خلاص خلصنا بهذا الجمهور الدوري مع ستوك سيتي، بهذه الاجواء الفرحة الهستيرية للعشاق. طبعا الفريق الخاسر اليوم ما كانش عنده أي أهمية للمباراة، باعتباره كان بعيد عن شبح الهبوط، كان بعيد عن التنافس عن اللقب، وبالتالي كانت مباراة تحصيل حاصل. الفريق البطل هو اللي همه الفوز ووصل إلى ما إليه في أعقاب موسم استثنائي ماراثوني وطويل. نصل اليوم إلى حفل الاختتام مراسم التتويج والبوديوم، والفريق البطل يتقدم لاستلام بطولته المفضلة، بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري مع ستوك سيتي، يحققون بالهدف بتاعه رمضان صبحي. خلصنا السيزون الطويل دوت، فيها فرحة اللاعبين، فرحة الجمهور. أمامك الآن صورة للاقتراب ورفع الكاس، خلاص خلاص كاس الدوري الإنجليزي ممتاز بيد الكابتن والفريق المتوج باستحقاق هذا العام، نالوها بجدارة وبأحقية بعد موسم كانت فيه الاستمرارية من عناصر نجاحهم. قبل كده نشوف رمضان شال الدوري بجد، خلص السيزون الدوري مع ستوك سيتي. الفريق عايزين صورة رمضان وهو ما شايل الكاس لوحده في اتجاه الجماهير، في اتجاه مدرجات فريقهم ومناصريهم من اجل الاحتفال بهذه الكاس الغاليه، كاس تنضاف الى الرصيد وكاس جميله، فرحه كبيره، كل لاعب حاول يمسك هذه الكاس وسط الرقص وسط الاحتفال. كاس الدوري كده خلاص معانا، ماتش للاسف اتلعب النهار، مش عارفين نشوف الفاير ووركس. الان ناتي على اخر فقرات مراسم التتويج، حفل التتويج والصوره للذكرى، صوره بالكاس، سوفينير بالنسبه للاعبين وهذا الفريق العريق الذي يتوج بالكاس وياخذ صوره للذكرى وللتاريخ. خلصنا الماتش بتاعنا، تقييم مش مهم، جون واسيست شيء عادي. خلاص خلص الدوري، خلصنا الدوري مع رمضان، سيزون اولاني. الباور بتاعه، النقط بتاعته كلها، الكل بتاعه 79، خلاص يعني يعتبر فاضل له نقطة ويبقى 80، يعتبر من اللعيبة الكويسة. نشوف الأخبار اللي اتقالت على الدوري، شايف المدرب شايف رمضان غير قابل للهزيمة. تاني حاجة الهداف صبحي
الحذاء الذهبي للسيزون دوت 22 هدف استلمها رمضان، حاجة تانية. أفضل لاعب في المنافسة، أفضل لاعب في الدوري رمضان صبحي برضو، ده إنجاز. دي كانت آخر حاجة معانا في الدوري، شهادة من المدرب، هدف الهداف، أفضل لاعب في الدوري. خلاص كده هننهي السيزون، مفيش حاجة تانية ممكن تتعمل. هننهي السيزون، المفروض هنبدأ، هنشوف هيحصل ايه بعد كده. رسالة جانا بيقول لنا احنا حققنا كل المطلوب مننا، معدل نجاح التمريرات هو اللي اقل شوية، 75 حققنا 73، مش وحش، بس احنا ستيل برضو حققنا اللي هم عايزينه مننا. تمام، احنا لسه لحد دلوقتي ما جالناش عروض، المفروض السيزون الجديد بيبدأ. حطولنا اهداف جديدة السيزون دوت، هنشوف كده يعني نبزع اول ما الشهر بتاع الانتقالات يبدا. مفيش حاجه، المفروض ان احنا هنخش على البطوشه الوديه عادي تاني. البطوشه الوديه لسه عندنا شهرين بحالهم، يمكن يجينا فيهم عروض، هنشوف الموضوع دوت. عموما هنوقف حلقتنا المره دي عند كده، اطول حلقه يمكن ختمنا بها السيزون مع رمضان. لو ما جالناش عروض هنحاول نوقف الحكايه شويه لحد ما يجينا عرض تاني، نبدا مع فريق تاني. اتمنى ان يجينا عرض في الشهر دوت، هنحاول نشوف كده هنعمل ايه. قولوا لي رايكم، نعمل سيميليت لبقى المطوشه ديت لحد ما يجينا عرض، نوقف الكارير شويه لحد ما انقله انا لفريق تاني، هنشوف هيحصل ايه. قولوا لي رايكم ايه، نعمل ايه بعد كده في السلسله بعد ما خلصنا اول سيزون وخدنا الدوري. انا بشكركم تاني ان انتم تابعتوا السلسله دي من ساعه ما بدات. شكرا ليكم يا جماعه، حطوا ارائكم بالنسبه للي جاي عايزين ايه، وشكرا، والسلام عليكم.